اهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي الفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. القضيه الرائجه الان هي انه طلبه ديال الطب والصيدله دخلوا شهرهم الخامس من مقاطعه الدراسه وايضا التدريب الاستشفائيه. هذا المشكل هذا تطرح بحده في الاونه الاخيره ومازال مطروح حتى الان. ما عرفنا شنو هو الافق ديال هذا المشكل هذا في ظل هذا يعني الشد والجذب بين الطلبه وبين ايضا الوزاره. اخر المعطيات انه شبه تهديد يعني صادر عن الوزير المراوي في حق هذا الطلبه هذا. من اجل معرفه وجهه نظر الطلبه معنا سي محمد ايمن فتحي اللي هو المنسق الوطني اللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله، ايضا معنا سي عماد حميد الدين عضو اللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان. مرحبا بكم واهلا وسهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على الاستضافه. اولا نسول المسؤوليه ديالتك داخل هذه اللجنه هذه في ظل هذه الظروف هذه، يعني كيفاش كتشوفها؟ كيفاش كتسير الامور؟ كيفاش كتدبر الامور في ظل التحديات وهذه الاكراهات ديال الطلبه وايضا الوزاره؟ تفضل. اولا كنشكروا انفاس بريس على هذه الاستضافه هذه، يعني هذه فرصه كبيره بالنسبه لنا كطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان اننا نور الراي العام واننا نهضروا على الملف المطلبي ديالنا اللي هو ملف كيف ما قلت في عده محطات انه ملف ديال المواطن المغربي، ملف ديال الوطن باكمله، لانه ملي كنتحدثوا على التكوين ديالنا ما كنتحدثوش على واحد المطالب فئويه فقط، بل هي مطالب غتعود بالنفع على المواطن المغربي وبالتالي على الوطن كامل. اولا كيف ما تحدثتوا هضرتوا على القضيه ديال انه توليت هذه المسؤوليه هذه، كنشوفوها صراحه واحد العبء كبير، واحد المسؤوليه، واحد التكليف اكثر من انه تشريف، لانه في ظل هذه الظرفيه الحاليه راه كتعرفوا الملف خذا واحد المنحه اللي حتى واحد في اللجنه الوطنيه ولا الطلبه ما بغاوه، واحد المنحة اللي صراحة نتساءل بعض المرات علاش خذ هاد المنحة، وبالتالي فتولي هاد المسؤولية في هاد الفترة صعبة، لا أخفي كثيرا أنها صعبة، وحتى الزملاء ديالي وحتى الأصدقاء ديالي كيقولوها، ولكن كانت محتمة وكان خاص شي واحد ياخذ هاد المسؤولية، ويعني غنحاول إن شاء الله أننا نكونوا كنساهموا اننا نلقاو حل لهذه الازمه كامله. نعم. هذا الامر هو اللي غادي نتكلموا عليه بالخير ان شاء الله. نعم سي عماد، دخلنا الشهر الخامس الان من مقاطعه الدراسه، اعطني اجواء ديال الطلبه يعني لحد الان، شنو هو الجو العام السائد داخل الطلبه وانت قادم من مدينه طنجه؟ اولا كما قال زميلي ديالي كنشكركم على الفرصه اللي عطيتونا باش نزيدوا النور والراي العام حول القضيه ديال طلبه الطب والصيدله في المغرب. قضيه اللي كما قلتي خمس شهور وهي كاينه وحاضره في الميدان، وكل شيء دابا المواطن المغربي عارف انه كليه الطب والصيدله في المغرب فيها اضراب مفتوح، كل شيء كيتسنى تحل هذه الازمه ونلقاو شي مخرج اللي غادي يحسن التكوين الطبي في الكليات العموميه وتكوين الصيدلي في الكليات العموميه كذلك. حاليا باش نجاوبكم على السؤال ديالكم، الكليه ديال الطب والصيدله صراحه لا اخفيكم سرا انها فيها واحد الحاله ديال الاحتقان، وواحد ان صح التعبير واحد الجو من السخط الطلابي نتيجه هذا التعامل مع والتعاطي مع الملف ديالنا. حيتاش حنا كطلبه بصراحه ما كناش كننتظروا ان الازمه تطول، ما كناش كننتظروا انه غادي نوصلوا لخمس شهور، كناش غادي كننتظروا انه غادي يتم غلق باب الحوار امام الممثلين ديال الطلبه، حوار اللي كان بادي منذ سنوات واللي كانوا بالرغم من الاجتماعات اللي كانوا شي مرات ما كيكونوش فيهم النتائج المرجوه، ولكن ما عمره ما تغلق باب الحوار. فحاليا ملي بدات الازمه ووصلنا لشهرين الازمه تفاجئنا انه تم غلق باب الحوار. فالطلبه صراحه هذا الشيء هذا ما عاونش باش يحل المشكل، بالعكس زعما زاد اجج الوضعيه،
وما زاد طينا بالله هو القرارات الاخيره ديال التوقيف اللي تكونوا سمعتوا بها واللي رائجه في الصحافه، فخلات ان الطلبه يزيدوا يكونوا مصرين على تحقيق المطالب ديالهم، ولكن قبل ذلك تراجعوا على القرارات اللي اتخذت في حق الممثلين ديالهم اللي ما داروا والو من غير انهم وصلوا الصوت ديالهم. نعم سي عماد، ننتقل معك سي ايمن لهذه النقطه اللي قال الزميل ديالك عماد ديال التوقيفات، كيف ممكن نصوروا على انه طالب طب السنة الخامسة السادسة حتى كتبقى له عام ربما في العام الأخير وكيتوقف سنتين متتاليتين؟ يعني السؤال ديالك يوحي أنه كاين شي حاجة غريبة، أنه شي حاجة ما هيش، أنه من اللي كيتبادر هذا السؤال للذهن يعني أن هناك واحد الخلل. صراحة اللي كتشوف طالب طب ولا طالب صيدلة، حيت معنا حتى طلبة ديال الصيدلة اللي تم توقيفهم، صراحة هادشي ما غاديش مع الورش الكبير اللي كتشوفوا بلادنا، انه هاد التغيير كامل اللي غادي تشوفوا بلادنا ديال تعميم الحماية الاجتماعية مبني على ركائز، من بين هاد الركائز تتميل الموارد البشرية. من اللي كتشوف هاد الركائز اللي مهمة كنسميها ركيزة، يعني انها تكتسي واحد الطابع اللي مهم كبير وكبير، وكتشوف واحد القرارات اللي ضد هاد الركائز، راه انا كتسائل عاد لو فيت كو ولا كلنا عارفين بان طالب طب ولا طالب صيدله ماشي اي طالب عادي، لانه الطب عنده واحد طابع خصوصي، انه كيتعامل مع حياه المواطن، وبالتالي فان هاد الطالب هذا اللي عنده واحد القيمه مضافه في المجتمع وكنتعاملوا معاه بهذه الطريقة هذه ملي هو كيتكون في التنشئة ديالو. وحنا عندنا تحديات ديال الهجرة، هذا راه خطر كبير، حنا كنعتبروا زعما نستاء ونستغربوا بشدة كيفاش ان هذا التعامل هذا كيتلقاه الطلبة في هذا التكوين ديالهم. وحنا عندنا التحديات الكبرى، يعني نستاء ونستنكر، ولكن واش انتم ايضا واعين بهذه المساله ديال التحديات اللي مطروحه للبلاد؟ اه طبعا كنا كناش واعيين بها، لانه الاصل ان الوزير كيتكلم على انه الملف المطلوبي تقريبا واحد 95% كله تنفذ، بقات 5% وبقات 5 ديال النقاط هي اللي باقا عالقه الان. واش ما ممكنش انكم حتى انتم كما قلت تخلوا الماء منين يدوز على اساس تدخلوا الدراسه ومن بعد يتحل هذا المشكل؟ اشرتي لواحد النقطه اللي مهمه جدا. اولا واش واعيين بهذا؟ اجزم انه اللجنه الوطنيه كامله والطلبه كاملين واعيين بالتغييرات اللي كاينين، بل ان هذه المقاربه اللي كاينه دابا ماشي هي المقاربه اللي كانت عندنا هذه عامين، وحنا كندخلوا في مقاربه تشاركيه. هذه المقاربه هذه كنا كنرجعوا للجمهور العام كنشرحوا لهم بالتفصيل المغرب فين غادي، انه راه كاينين واحد التحولات كبيره، انه في ظل هذه التحولات كاينين تحديات، وهذا الشيء علاش الطلبه ما رفضوش في الاول، ولكن كانوا كيتسناو واحد الشروط انها توفر لهم واحد المواكبه ديال زياده عدد الوافدين، واحد المواكبه من ناحيه السعه الاستيعابيه ديال التدريب الاستشفائيه، واحد المواكبه في القاعات والدروس ديال الدروس النظريه يعني لي زونفي. كانوا بزاف ديال الوعود، بزاف ديال الشروط التي لم يتم تحقيقها في هذه عامين، وهذا الشيء اللي خلى طلبه في هذه الفتره هذه يتصدوا لهذه الامور ويقولوا انه خاص ضروري تدخل كبير باش ان هذه الازمه هذه ما تبقاش بهذه الطريقه. يعني انا باش نبسط، ملي كنهضروا على تعميم الحمايه الاجتماعيه كنهضروا على المؤهل البشري، على الموارد البشريه. اولا شنو هو اكبر اشكال عندنا؟ هو الهجرة هي أكبر إشكال عندنا، وهاد الهجرة هذه ما غنحلوهاش بتقليص عدد سنوات، لأن كيف ما شرحنا بزاف د المرات أن تقليص عدد سنوات ما كيزيدش من أعداد ديال الطلبة، وما كيمنعش الهجرة، لأنه كيف ما كيقول السيد الوزير أن القيمة ديال الدبلوم كتبقى هي كتبقى دكتورة، وأن القيمة المعنوية ديالها، وأن الطلبة إلا بغاو يمشيو للخارج راه غيمشيو من السنة الأولى للسنة السادسة، القلب مفتوح للطلبة بحال إلا كنتي كتحتاج عام مثلا بغيتي تمشي للديار الألمانية، راه غيقولوا لك مثلا فرضا انه
خاصك عام غيقول لك دوزو عندنا وغادي نخلصوك عليه. يعني انه هذا التقليص ما غاديش زعما ضد انه غيحارب الهجره, كما ان خصنا نشوفوا المسببات ديال الهجره. المسببات ديال الهجره اولا هو التعامل والشعور ديال الطالب والطبيب المستقبلي. حنا ما نساوش انه هذا ماشي غير طالب, بل هو طبيب المستقبل وصيدلي المستقبل. هذا طبيب المستقبل وصيدلي المستقبل كي عنده واحد الوضعيه اعتباريه, كيبغي يحس بواحد واحد الكرامه, حدود ديال الكرامه ديالو. يبغي يعني ملي كتمشي كطالب وكتلقى راسك ما بين 80 70 ديال الطلبه في المصلحه الوحيده, هنا التكوين ديالك كتحس بانه كيتقاس. ملي كتلقى واحد يعني عده اختلالات في التكوين التطبيقي في المستشفيات, راه غيكون فيك مشكل الا ما هضرتيش عليه. والاكثر من ذلك ملي كتهضر على هذا التكوين ديالك كيتم التعامل معك بواحد الطريقه اللي فيها واحد التعسف الا سمحتوا توقيفات من ضرب في الوطنيه, من انكم انتم ما باغيينش الاصلاح. بالعكس الطلبه ما عمرهم ما كانوا ضد الاصلاح, ما عمرهم ما رفضوا. اسمح لي عماد, دابا انت كتكلم على اساس التكوين الصادر بلاغ ديال النقابة الوطنية للتعليم العالي, كيقول بانه هذا التكوين وهذه المناهج هذا اختصاص حصري للاساتذه, لا دخل الطلبه فيه. انتم المهمه ديالكم انكم تقراوا. فعلا حنايا شاهدنا وزعما شفنا البيانات ديال الاساتذه ديالنا الكرماء, وشفنا انهم خصوصا مع بدايه الازمه حملوا المسؤوليه للوزاره في لما تؤول اليه الوضعيه الحاليه اللي فيها الكليات ديال الطب, وهما براسهم كاينه مجموعه من البيانات اللي اكدوا فيها انه لم يتم اشراكهم في هذا القرار ديال التقليص خصوصا, وفي القرار ديال الهيكله ديال السلك الثالث ولا في الدراسه ديال الهيكله ديال السلك الثالث. فاذا حاليا انت بغيتي تعالج واحد التكوين ما تشاورتيش مع الاساتذه اللي هما الدعامه الاساسيه باش يقادوا النظام ديال الدراسه, وكذلك ما تشاورتيش مع الطلبه اللي هما المعنيين بهذا التكوين. فحنايا كنشوفوا مختلف الكليات والجامعات العالميه التقييم ديال التكوين كيكون من الطرفين بجوج, من الاساتذه ومن الطلبه, باش كتعرف واش التحصيل تم بواحد الطريقه مناسبه, باش كتعرف انه التكوين كيتم على الظروف الملائمه ديالو بالقواعد ديالو كما كنقولوا حنا بالدارجه المغربيه. فحنايا ملي شفنا هذا الاصلاح ديال التكوين الطبي والصيدلي في المغرب, فجوج ديال الركائز الاساسيه ديالو اللي هما الاساتذه والطلبه لم يتم اشراكهم ولم يتم التعامل معهم بالطريقه التي تليق بهم في هذا الملف. انتقل لك سعيد من خلال الحوار اللي جرينا مؤخرا مع عميد كليه الطب بوجده, يقول بانه السنه السابعه تبين من خلال التجارب على انها غير زايده, يعني بالعكس الطالب كيتحرر فيها وما كيبقاش تحت يعني السلطه ديال العميد الكليه ولا الاساتذه ديالو, بالتالي فهي ضياع بالنسبه لكم. انتم علاش كتشبتوا دائما وابدا بهذه السنه السابعه؟ يعني صراحه التشبت ديال الطلبه بسنه سابعه كنتفهموه وكل شيء كيتفهموا, حتى الاساتذه كيتفهموا زعما علاش زعما سايكولوجيين علاش الطالب باغي السنه السابعه, لانه كيحس براسو من السنه الاولى السنه السادسه انه مازال محتاج لواحد الانتقال ما بين طالب مؤطر من الاستاذ في السنه الثالثه السنه الخامسه, المزاول مؤطر من طرف الطبيب, هو كتنتقل من المستشفى الجامعي اللي كاين فيه واحد التاطير كبير لواحد المستشفى اقليمي فيه واحد التاطير زعما اقل, لانه كيكون غير طبيب مثلا واحد في المصلحه, وتما كتولي عندك واحد الاستقلاليه نوعا ما في اتخاذ القرارات في اعطاء الوصفات الطبيه. يعني كيكون واحد الانتقال بحال ان ريسبونسابيليزاسيون, واحد كتاخذ واحد المسؤوليه اضافيه, ثم كدير واحد الانتقال للمستوى ديال انك ملي غتخرج تكون طبيب مؤهل انك تبدا تعطي الوصفات. هادشي اللي كتكلم ما ممكنش يكون في 6 سنين. يعني لحد الساعه طلبه كيتشبتوا بسنه سابعه. لماذا؟ لانه كاين هذه القضيه اللي هضرنا عليها, وكاين 600 ساعه ديال التكوين التطبيقي. التكوين هذا راه تكلم لو زعما ممكن اطرب التكوين لحد الساعه ما شفناش حلول كيفاش غنشوفوا هذه 600 ساعه ديال التكوين التطبيقي انها
انها تعود من السنه الاولى السنه السادسه مثلا فرضا انه كان شي موديل مغربي ما زعما حنا نفتخروا ان بلادنا اللي كان عندها موديل ديالها ماشي ضروري انه يكون كالك ديال 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 دي موديل اخرين ولكن راه ما شفناش هادشي هادشي علاش اللجنه الوطنيه والطلبه كيستغربوا حنا فاتحين باب الحوار ويعني تقدر نتحدثوا على جميع النقاط وما نحصروش وما نختزلوش من في الطلاب ديالنا في سنه سادسه ولا سنه سابعه ومع ذلك لم يتم اتخاذ هذا الشيء بجديه كافيه لانه يعني كان من الممكن هذه الازمه سالف في ثلاثه سيمانات شهر بين قوسين لماذا انتم ما كنتوش متوقعين توصلوا خمس شهور يعني صراحه الى سمحتي يا ايمن حنايا كلجنه وطنيه وكممثلين ديال الطلبه كنا كننتظروا انه غادي يكون واحد التعاطي جاد مع الملف اللي غادي يخلينا اننا نساليو الازمه في واحد في اقرب الاجال لانه كما شرنا دائما وكنشيروا له في جميع الخرجات الاعلاميه لان الملف المطلبي ديالنا والمطالب ديالنا بسيطه بيداغوجيه محضه كتهم جوده التكوين ديال الطالب المغربي وديال الطبيب والصيدلي المستقبل يعني التحقيق ديالها ما كيحتمش اولا ما كيحتاجش واحد المجموعه من بزاف ديال المؤهلات ولا اجراءات بالعكس هي مطالب بسيطه خبزيه سهل انك تحققها ولكن للاسف صراحه حنايا زعما الحاجه اللي كنعاودوا ناكدوا عليها انه غلق باب الحوار صعب من الطريقه ولا صعب من ايجاد ديال الحلول يعني لحد الان انا لحد الان كنتسنى زعما كيفاش تقدر تحل هذه الازمه والحوار مع الممثلين مشدود ما كاينش زعما شنو الحاجه اللي غتخلي الطلبه لحد اليوم حنايا في هذا التاريخ هذا يدخلوا المدرجات ديالهم يرجعوا للامتحانات ديالهم اللي هما حنا كاملين بينا عارفين ان التضحيات اللي كيديروا الطلبه والمقاطعه راه ما كتجيش بطريقه زعما ما باغيينهاش المقاطعه حنايا كنا كنتفاداوها كممثلين وكطلبه وك اعضاء في اللجنه الوطنيه كنا رافضين المقاطعه ودرنا مجموعه من البوادر ديال باش اننا ما نقاطعوش الامتحانات عن طريق اضرابات ديال النهار ديال يومين عن طريق وقفات محليه عن طريق انزال وطني كنقولوا للمسؤولين سمحوا لينا راه التكوين ديالنا يعاني التكوين ديالنا في خطر ولكن للاسف لم يتم الاستجابه لنا هو اللي خلى الطلبه يصوتوا في جموع عامه مرغمين ماشي مخيرين على المقاطعه المفتوحه واللي كنا كنتسناو انها تيب التمر ديالها ويتم اخيرا الاستماع لهذه المطالب ديال الطلبه ولكن للاسف كنتفاجئوا انه تم بالعكس زعما ذات الازمه وما تمش التعاطي مع الملف بطريقه مسؤوله على ذكر الوزير كيتكلم دائما على انه راه هو غير مستعد ولا تعود لسيناريو 2019 صراحه بعدا كنتحدثوا على واحد اللغه تم التعاطي بها في هذا الملف بحال واحد السياسه في جملتها مبنيه على واحد التهديد واحد المجابهه اللي حنا في غنى عنها زعما حنا كطلبه وكممثلين عمرنا دخلنا في هذه لا كونفرونطاسيون بحال حنا باغيين نواجهوا ولا بالعكس اللي مراقب الصيروره ديال الملف ديالنا غيفهم انه هاد الطلبه هاد وهاد الممثلين خبزيين واكاديميين لواحد الدرجه يعني منتهزه ما منقطعه النظير كيكون احتقان في القمه ديالو وكنحطوا طلبات الحوار كندعو المسؤولين زعما حتى في النقاشات ديالنا مع الاساتذه ولا مع العمداء في اول الازمه كنبينوا بانه كاينين زعما كاينين بوادر ديال نلقاو الحل وهذا ومع ذلك كنشوفوا في التصريحات وفي اول ندوه صحفيه اللي غيتوجهوا فيها يتوجه فيها الوزير للطلبه والاباء حنا تفاجئنا كانت مواجهه ولا توجه للاباء كان فيه واحد اللغه اللي زادت غير في الاحتقان زعما كنا في غنى عن هذا الازمه تقدر تحل في شهرين ماكس شهر ونصف شهر ولقينا واحد اللغه ديال التهديد واحد اللغه ديال غنعطيكم زيرو غنعطيكم هنا هذا الشيء خلق واحد الازمه ربما الخطاب ولا تكرر مؤخرا في مجلس النواب للاسف هذه اللغه كيتكلم على 2019 شنو كيقصد ب 2019 2019 صراحه كان واحد السيناريو اليم بالنسبه للطلبه اللي سولتي اي طالب غيقول لك السيناريو ديال 2019 اليم لماذا لانه كان ضياع ديال التكوين اغلى ما يملك الطالب هو التكوين ديالو
تكوين ديال 6 شهور وزياده ضاع الطلبه اللي كانوا في 2019. هذا السيناريو هذا لولا تدخل بعض الحكماء في المغرب والحمد لله انهم موجودون انه تحلت الازمه وما مشاتش السنه البيضاء. انا اللي كنتسائل واللي كيتسائلوا عده الطلبه واللجنه الوطنيه كيفاش اننا ما السيناريو ديال 2019 ما يتعاودش، واش زعما ما يدخل حتى واحد نمشيو السنه البيضاء؟ حيت الطلبه بينوا انهم ما باغين السنه البيضاء، كيحطوا طلبات الحوار درنا البادره ديال حسن النيه بين اننا ما باغين السنه البيضاء، ولكن واش هذا السيناريو زعما غنمشيو السنه البيضاء ما زعما لن نتفاداها ولا 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 لن سنتفادى الهدر الجامعي؟ واش هدر ساعه التكوين شكون اللي مسؤول عليه؟ اللي مسؤول عليه هو اللي سد باب الحوار، حنا منفتحين على الحوار، شكون اللي سد باب الحوار؟ شكون اللي سدو؟ وحنا نامل خيرا الا سمحتي نامل خيرا انه ملي قال الوزير انه سيناريو 2019 لن يتكرر انه كان كيقصد انه سيتم حل الازمه في واحد المده اللي اقل من 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 6 اشهر، وانه غادي يتم اعاده فتح باب الحوار، وانه غادي يتم التعاطي مع المطالب ديال الطلبه وتحل الازمه باش ما يوقعش جوستمون بحال 2019، حيت كما قال ايمن المنسق الوطني راه واحد السيناريو اللي حتى الطلبه ما كيحبدوهش وما كيبغيوهش وما زعما ماشي ما كيعتبر بروش واحد ولكن واش ماشي مجهتكم ايضا السؤال الموجه لكم جوج، وانه الان وصلنا لواحد الحاله كاننا امام الباب المسدود. باب المسدود ملي كنوصلوا ضروري واحد فينا خصو يعني يهبط شي شويه ويتفاوض، لان ما بقاتش نقاط بيناتنا بيناتكم بزاف. هاد خمسه نقاط من بين هاد النقطه اللي كتكلم على اساس انه راه لن يقبل باشراك مثلا ممثل الطلبه في الاختيار ديال طلبه السنه الاولى، لان هذا غادي يضيع على ولاد الشباب. واش نتوما جوج نقاط مهمين كباغين تحبسوا الباب على ولاد الشباب انهم يدخلوا للكليه؟ قلتي جوج نقاط مهمين. اولا كاين واحد المنطق، منطق ديال التنازلات، وحنا هذا المنطق وتفاديناه من الاول. انا حنا نحن لسنا في مجابهه باش انني نتنازل. انا الى جلست معك في الحوار ماشي مبني انه انا في في موقع قوه وعندي طلبه زعما واقفين، اذا لا، سنتحاور لايجاد حل، حل منبني على المصلحه العليا للوطن، مصلحه الجميع، المصلحه العامه. يعني من كنتحدثوا على التكوين ديال الطلبه الاطباء والصيادله، راه كنتحدثوا على مشروع اطباء وصيادله المستقبل. الا مشينا بالمنطق ديال التفاوض والتنازلات وهذا، راه ما كنحطوش امامنا اننا راه كنهضروا على مستقبل ديال القطاع. وبالتالي حنا حنا ما كنتكلموش على التنازلات مفهوم، حنا كنتكلموا على التفاوض. ما يمكنش ناخذ انا 100% ولا نطلق 100%. الطلبه ما بينوش انهم متزمتين ولا انهم عنيدين، راه هما اللي حاطين طلبات الحوار وكيقول لك مستعدون للمناقشه في جميع النقاط، ولكن في الجهه الاخرى كنلقاو هذه الخرجات، خرجات في سواء في البرلمان ولا خرجات في الاعلام، كنهضروا على انه تم تحقيق جل المطالب والطلبه ولاو باغين انهم هما يتحكموا في الناس اللي دخلوا في السنه الاولى. هاد النقطه شنو كتقول؟ واه شوف في المطلبي ديالنا الا لقيتي في هاد النقطه ما كايناش هاد النقطه، ما كايناش هاد النقطه. مزيان حنا نتحكم، حنا نتحكم الطلبه ماشي تتحكم. القصد هو انهم تكونوا شركاء في هاد اللجنه اللي كتختار الطلبه ولا في الامتحانات. الا سمحتي هاد النقطه ما طرحتهاش انتو. سمحتوا لا، الملف المطلبي ديالنا واضح، وحنا كنستغربوا ان هاد القضيه ديال 45 نقطه من اصل 50 تحققوا. الطلبه كيستغربوا كيقولوا كيف يعقل انه الطلبه غادي يبقاو مضحيين بالاسمى حاجه عندهم اللي هي التكوين، والمطالب ديالهم الجل ديالها تحقق، 45 نقطه من اصل 50 تحققت؟ انا ما كيقبلوش المنطق وما كيقبلوش العقل. كون كانت 45 نقطه محققه كان الطلبه رجعوا شحال هذه المدرجات ديالهم والاراضي التدريب الاستشفائيه باش يتلقاو التكوين ديالهم. فحنايا ملي كنهضروا على الاشكالات الاساسيه وكما كنقولوا العمود الفقري ديال الملف المطلبي ديالنا اللي كيتجلى اساسا في ظروف التكوين النظري والتطبيقي، اللي كيتجلى ايضا في الهيكله ديال السلك الثالث المنح ديال اللي ما كتعداش 21 درهم في النهار ديال الطالب وديال طبيب وصيدلي المستقبل. كذلك ملي كنهضروا على التقليص ديال مده التكوين من 7 الى 6 سنوات بواحد الطريقه اللي رفضوها الطلبه، فهادو اربعه نقاط اساسيه اللي لم يتم التجاوب معها ولم يتم التعاطي معها بطريقه اللي صحيحه ولم يتم
يعطى اجابات واضحه عليها. ولولا وكون لقينا واحد الاجوبه عليها راه الطلبه ماشي عدميين وطلبه وطنيين هما اول وحدين باغيين الخير لبلادهم وغادي يدخلوا وعارفين الامكانيات والظروف المتاحه واللي غادي زعما ماشي كنطالبوا بشي حاجه اللي عارفينها ما تقدرش تحقق. لا حنا كنطالبوا بمطالب بحال اللي قلت دابا عاد بسيطه. حاجه اخرى واللي ضروري وخصنا ناكدوا عليها وهي هذه القضيه ديال اللجنه اننا نختاروا الطلبه اللي ولا تلاميذ البكالوريا حنا نكونوا جزء من اللجنه. فهذا غير صحيح. حنايا كطلبه ما عمرنا ما طلبنا هذه القضيه هذه. بالعكس كانوا مجموعه من المشاكل او مجموعه من حالات الغش وواحد الظروف ديال الشياز ديال المباراه ديال الانتقاء ديال الطلبه. وانا شفت كنتو كديروا حمله في بدايه السنه من اجل نبذ هذا الغش وراسلنا الوزاره ديال التعليم العالي كذلك ودرنا حمله تحسيسيه انه الكونكور او المباراه ديال الكليات الطبيه كليات كما كنقولوا بريستيجيوز يعني خصها عندها واحد القيمه. فما يمكنش انه حنايا كطلبه نشوفوا المباراه الولوج بالطريقه اللي كيفاش دوزناها ما بقاتش كدوز بها مؤخرا. قلنا انه يجب اعاده النظر في الظروف ديال الشياز هذه المباراه فقط. ما خصناش نطلبوا بهذه الطريقه اعاده النظر في ظروف الشياز مباريات يعني ما عمرنا يعني ما طلبنا انه الطلبه يدخلوا. كذلك النقطه اخرى ديال انه حنا رفضنا انه مثلا يداروا كليات في المناطق بحال الرشيديه بحال قلميم اللي من هذا المنبر كنحييوا الطلبه ديالهم. فكنعاودوا ناكدوا انه بالعكس هذوك خوتنا وهذوك المغاربه وباغينهم حتى هما يكون عندهم كليات بحال اللي كاينه في الرباط بحال اللي كاينه في طنجه بحال اللي كاينه في الدار البيضاء. وبغينا كليات ديال التكوين اللي يتم عن بالمعايير اللي على الاقل اللي كاينه في المغرب ماشي المعايير الدوليه. مازال زعما حنا ما كرهناش نوصلوا للمعايير الدوليه ولكن على الاقل نوصلوا للمعايير اللي كاينه في الكليات الاخرى. فما لا يعقل انه طلبه لحد الان كيقراو في مثلا في مدرسه اخرى ديال ما كايناش ما عندهمش بنايه الكليه كيقراو غير في مدرسه اخرى في مدرسه ديال وقيله الهندسه ولا حنا هادشي اللي طالبنا انه يتحسن الظروف ديال التكوين ديال هاد الطلبه. فبالعكس حنا ديما نبقاو ما كرهناش انه يكونوا الكليات عندنا في جميع الجهات في المغرب ويكونوا الظروف الملائمه للتكوين ديال الطبيب اللي غادي يكون كما قال ايمن يكون مورد بشري حقيقي ويستافد منه الوطن ديالو ويخدم بلاده. نعم سي ايمن حنا دابا بقات لنا واحد اسبوعين تقريبا الامتحانات ديال جوان في غادي هادشي. اولا قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا مثلا فرضا جدلا عندك 45 مطلب تم تحقيقه كنشوفوا في الخارجات في البرلمان شنو هما الخمسه المطالب اللي مابقاش اللي لم يتم تحقيقها. اولا القضيه ديال انه حنا ولينا باغيين نتحكموا في الناس اللي يدخلوا واللي ما يدخلوش بان انها ليست صحيحه بتاتا. هضروا لينا قالوا لينا بانه راه الطلبه ما باغينش لي ستاج براتيك. لا صراحه والله لم نفهم. بالعكس انه حتى المطالبه في السنه السابعه كامله دي ستاج براتيك كامل تدريب تطبيقيه سريريه كيفاش لم نفهم. سواء كنظن ان السيد الوزير انه ما تشرحش ليه الملف بطريقه سليمه لانه في الملف ديالنا ما كايناش هذه القضيه هذه. النقط الاخرى واحد زعما ما بغينا نعرفوا هذه الخمسه المطالب اللي ما عرفناش. كذلك حنا الا كانوا الاعمده الاساسيه ديال الملف المطلبي لم يتم التجاوب معها ماشي الاجابه التجاوب معها فهذا مشكل. ماشي الا حطينا الاعمده قلنا لا الاعمده غادي نتفاداوها ونجيبوا لكم 45 زهره نحطوها في الجرده ديال البنايه وراه صافي راه الامور مزيانه وكل شيء مزيان وراه الاعمده اللي كنهضروا عليها. يعني الا كان حوار انا ندعو المسؤولين الا كان حوار مبني على واحد الجديه واحد التفاعل سواء من عندنا ولا من عند المسؤولين على هذه المطالب المحوريه اللي كتشكل العمود الفقري ديال 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 هذا النضال هذا راه نؤكد بان الطلبه مرنين طلبه ماشي دغمائيين. دابا حنا عندنا امتحانات قريبه صراحة واش غدوزوها ما غاديش تدوزها ولا باقي القرار ديال المقاطعة مفتوح فرجل. مثلا غير سي عماد غيقول لك بانه طلبة عندهم في طنجة
اون فوا شافوا التوقيف ديال 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 الممثل ديالهم سواء عماد سواء الممثل نزار هو يقول لك زعما الحاله ديال شي زاد اجج الوضعيه في الكليات. في البدايه ديال البرنامج هاد التوقيفات ايضا كتاجج هاد المشاكل بالضبط بالضبط. يعني انا كما شرط ليها حل الممثلين ماشي هو زعما توقيف الممثلين ماشي هو اللي غادي يحل الازمه، بالعكس كيزيد غير ياجج الوضعيه في وسط الكليات ديال الطب وكليات ديال الصيدله كذلك. فاحنا كنكتبوا لتحت القرار كتب بانه ممكن انه يكون واحد ملتمس العميد ولا رئيس الجامعه انه يرجع. نعم حنايا كلجنه وطنيه زعما غادي نديروا لا بروسيدور وجميع الاجراءات باش ان يتم التراجع على هذه القرارات، لان زعما انا صراحه كتبقى قرارات قاسيه كما قلنا الحياه الطالب ولا وما مبنياش على واحد زعما ما فيهاش اون بار ديال لا فيريتي كما كنقولوا، حيتاش الممثل ديال الطلبه ما دار والو من غير انه وصل الصوت ديال الاغلبيه الساحقه في الجموع العامه. يعني ما يمكنش انك انت تقصد السيد اللي وصل الرساله ديال الطلبه وتعتبره هو المسؤول الاول على المقاطعه. فاللي كاين هو انه طلبه راه مباشره من بعد التوقيف زعما اقترحوا مجموعه من الاشكال النضاليه والاشكال ديال التصعيد وتزاد نسبه السخط الطلابي في وسط الكليه، فهذا دليل على انه الممثل ما عنده حتى شي دور في انه زعما يحرض اولاده، بالعكس هو كيوصل للرساله ديال الطلبه وكذلك كيحاول يوصلها بطريقه معتدله. كنتمنى ايضا حتى نتوما وصلتوا رسالتكم خلال هذا البرنامج. شكرا. هذا سي عماد حميد الدين عضو اللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان، سي محمد امين فتحي انت المنسق الوطني لهذه اللجنه الوطنيه، كنتم معنا. شكرا جزيلا لكم. كنشكركم كنشكركم وكنشكر المشاهدين. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا جزيلا للمتابعه ديالكم والى اللقاء.